فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلد، يقول: هل يباح للإمام أن يخرج العمال الذين بهم رائحة كريهة من الصف ولو أخرجهم وأمرهم بالصلاة خلف الصفوف لوحدهم أو في الساحة الخلفية وهم يرونه لكن لا يسمعونه، فهل يصح فعله هذا؟ لا، لا ينفر الناس من الصلاة، لا ينفر، لكن يرشدهم، يقول: من يأتي إلى المسجد يطيب رائحته ويتنظف ويتطيب، يرشدهم إلى هذا. أما أنه يطردهم عن المسجد أو عن الصف الأول، هذا تنفير لهم، ربما أنهم ما يصلون. نعم.